مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من تركيا من أمام المنازل والعمارات الفاخرة اللي تهدمات بقوة الزلزال اللي ضرب 11 ولاية من الولايات التركية والعديد من الأسر اللي جماعي، كذلك حتى الناس اللي حاولوا انهم الموت. صورة غادي نوصلها لكم ولو بالمباشر ولو نضل نحكي، ولكن الواقع اللي كنشوف انا الانترنت مشاهدي قناة شوف تي في معرقل الامور، فما كنقدرش انني نتحكم فيها، فدائما ما كتقطع. فبغيت نبين لكم فقط هذوك الناس اللي كاينين القدام، ما عرفتش نقدر نوصل ليماج ولا لا. المهم هذه العماره هذه يلا مرات من قدامها كانوا فيها واحد الصوت، الناس جاوا تما باش يسمعوا اشنو كاين، باش يخبروا باش يغلقوا الطريق على حساب المسؤولين. فكل منازل في ماشي غير شقوق محلولين، يعني في اي لحظه، لان كل دقيقه كتبان لك او كتسمع واحد الصوت وكتسمع لي زومبيلونس، لان كل مره كيبان لك مخرجين واحد. الالاف مازال داخل منازل توفوا رحمهم الله، تم اخراج فقط واحد 15-20%، لان الاشكال جد معقد. كيف قلت لكم بان تم تواصل مع بعض المسؤولين، راه وقفوا قدام داك العمارة، ولكن هذاك الوقوف اصلا خاطئ، لان العمارات كاملين والشقق كلهم كتسقطوا منهم الحجاره. ف بخصوص خوتنا المغاربه، فتلقينا اتصال من عند واحد الاخت من المغرب، الاخت ديالها والابن ديالها والزوج ديالها توفوا بشكل جماعي، ومازال كينتظروا امتى غادي توصل النوبه ديالهم باش يخرجوهم، لان العدد ديال الوفيات راه كثير وكثير وكثير جدا، الالاف غير الحاصله اللي عطاو، ربما 29000 ولا 30000 وفاة، ما بقيتش عاقل الرقم بالضبط، ولكن راه مازال غادي تسمعوا الرقم، يعني واحد الرقم اللي غادي يخلع كل شيء من هنا للقادم الاسابيع، لان صعيب باش غادي يخرجوا دوك الموتى من دوك المنازل، لان دوك العمارات كلهم في واحد الحاله كارثيه. الى حطيتي غير رجلك ولا ضربتي غير شي حجره غادي تسبب لك كامل هبطات. حنان نور، ما كاين اللي جايب هاد الزلزال قد شفت تي في اختي، الله نقول لك الله يعطيك عقل، هادشي اللي غادي نقول لك. قلت بان السفارة المغربية لا حرج عليها، قايمة بالدور ديالها، اللي خاصو يدار كيدار. يعني تركيا وحاصلة يعني في هذا الزلزال اللي كتعتبر من أكبر الزلازل اللي ضربوا تركيا منذ 850 سنة، قرون. تركيا ما تعرضت لشي زلزال عنيف بحال هذا الزلزال، لأن 11 ولاية والآلاف عشرات الالاف من الوفيات، عاد نتكلموا على المصابين بالكسور، كل واحد والاعاقه ديالو، كل واحد وكيفاش غادي يكمل الحياه ديالو. فالعشرات الالاف والالاف اللي مازال كيتواجدوا داخل هاد المنازل، لان ما يمكنش وما كاينش امكانيه انهم ينزلوهم، الامور صعيبه، لان اللي غادي يطلع غادي يهبط عليه كل شيء، كل شيء رهيب، حتى حاجه ما بقاتش. انا بغيت نزيد القدام، ولكن الانترنت ضعيفه بواحد الشكل كبير.
قلت بان الاشكال اللي كاين عند السفاره المغربيه هنا في تركيا هو عدم تسجيل ديال المواطنين اللي كيمشيو يعيشوا في تركيا، فما كيسجلوش نفسهم هنا في السفاره ولا في القنصليه، فحتى الاحصاء ديال شحال ديال المغاربه كاينين ما كاينش واحد الرقم عند المسؤولين، فقط الارقام كتجي من طرف العائلات ديالهم اللي كيتواصلوا مع السفاره بان الاخت ديالها مزوجه بواحد الشخص وعايشه تما ولا واحد الشخص خدام تما. ف نتمنوا خير ان شاء الله. غادي نوصل لنهايه هذا المباشر، وكم تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. حنا مازال كنبحثوا للعائلات المغربيه.